موريتانيا ترسم ملامح عالم جديد في عام 2024، العام الذي سيشهد تصدير أول شحنة غاز مسال، خطوة أولى في مشوار الألف ميل نحو مستقبل واعد لبناء دولة متطورة على الطراز العالمي الحديث، خطوة ستعيد تشكيل التوازنات في إفريقيا وتلفت انتباه أوروبا نحو لاعب جديد لا يقل أهمية عن الجزائر وليبيا ومصر. الغاز والهيدروجين الأخضر يضعان موريتانيا على الطريق الصحيح لبناء دولة بمعايير أوروبية. قبل أن نخبركم بما تكتنزه هذه الدولة الواقعة في شمال غرب القارة السمراء من ثروات، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. من الإمارات، أعلنها وزير البترول والطاقة الموريتاني الناني ويلد أشروقة بأن بلاده ستبدأ تصدير أول شحنة غاز لها في منتصف عام 2024، وذلك خلال مشاركته في ندوة على هامش مؤتمر المناخ كوب 28. تتمتع موريتانيا بموقع استراتيجي يجعلها مورداً مهماً للغاز الطبيعي، خاصة وأن الغرب يسعى إلى تنويع إمداداته من الغاز لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. لكن الاهتمام بالطاقة البحرية الموريتانية بدأ بالتزايد منذ اكتشاف شركة كوزموس إنيرجي مخزوناً كبيراً من الغاز الطبيعي قبالة سواحل موريتانيا والسنغال في عام 2014 بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 2,450,000 طن، ومن المتوقع أن يدر ما يصل إلى 150 مليون دولار أمريكي سنوياً. حالياً تقوم ثلاث من شركات النفط والغاز الكبرى في العالم باستكشاف الفرصة قبالة الساحل الموريتاني. أما الاحتياطات المؤكدة التي تملكها موريتانيا من الغاز تصل إلى أكثر من 110 مليارات قدم مكعبة، كمية ضخمة قادرة على خلق مستقبل جديد للموريتانيين مع تحقيق الأمان الطاقي ورفع مستوى المعيشة، خاصة وأن 30% من الشعب الموريتاني البالغ عدده 4 ملايين نسمة يعانون من البطالة. حقول مليارية. تأتي موريتانيا في المرتبة الثالثة إفريقياً متفوقة على مصر وليبيا وبعد نيجيريا صاحبة المركز الأول والتي تملك 207 تريليونات قدم مكعبة، والجزائر باحتياطات تصل إلى 159 تريليون قدم مكعبة. مع حاجة العالم للغاز الطبيعي مدفوعاً بالبحث عن بدائل نظيفة للوقود الأحفوري، شهدت صناعة الغاز طفرة في المشروعات التي أطلقتها موريتانيا، أشهرها مشروع السلحفاة حميم. تقدر احتياطات هذا المشروع ب 30 تريليون قدم مكعب من الغاز. المرحلة الأولى من المشروع هو تصدير الغاز المسال، ومن فوائده التخفيف من فقر الطاقة التي تعاني منه موريتانيا عبر زيادة توليد الكهرباء من الغاز المستخرج. في المرحلة الأولى من إنتاج الحقل سيدر على الخزينة الموريتانية 100 مليون دولار سنوياً، وسيصل الناتج إلى مليار دولار في المرحلتين الثانية والثالثة. المشروع الثاني هو حقل بير الله، اكتشفته الشركة البريطانية بي بي، وتقدر احتياطاته ب 80 تريليون قدم مكعبة. سيزيد الحقل من إمكانية تنويع الصناعات في موريتانيا عبر دمجه في مشاريع توليد الكهرباء وتغذية المصانع بالطاقة وعمليات التعدين. يعزز الحقل اقتصاد موريتانيا بشكل كبير كدولة منتجة للغاز. واستناداً إلى التوقعات الاقتصادية لشركة بريتش بتروليوم، يمكن أن يصل إنتاج الحقل إلى الحد الأقصى بحلول عام 2060. المشروع الأخير هو حقلي باندا وبيليكان، وتقدر احتياطاتهما بتريليون ومئتي مليار قدم مكعبة، وسيعمل الحقلان على تزويد البلاد بالكهرباء خاصة في نواكشوط، وتعتبر باندا منارة واعدة لأمن الطاقة والتعاون الإقليمي. تعهد البنك الدولي بتقديم 200 مليون دولار أمريكي كضمان لباندا على مدى فترة تشغيلية مدتها 20 عاماً، مما يؤكد ثقة المجتمع الدولي في جدوى المشروع وعوائده الاقتصادية. ستخلق هذه الموارد مجتمعة فرصاً جديدة للتصنيع في موريتانيا، ومن المتوقع أن تنمو قطاعات مثل إنتاج الأسمدة وتصنيع البتروكيماويات، وكذلك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل التعدين والإسمنت وإنتاج الصلب.
وستساعد هذه الثروة الهائلة الوصول الشامل إلى الكهرباء في حلول 2030. وفي حين يمثل النفط حصة الأسد من مزيج الطاقة في موريتانيا، تسعى الحكومة إلى تسريع عملية إزالة الكربون من الصناعة، حيث يمثل الغاز المورد المثالي لزيادة توفير طاقة أنظف وبأسعار معقولة. المعادن والهيدروجين الأخضر. يشهد العالم تغيراً سريعاً في أنظمة الطاقة للبحث عن مصادر بديلة ومتجددة للطاقة لتعويض الانخفاض المتوقع في الطلب على الوقود الأحفوري على المدى الطويل. تراهن بعض الحكومات بشكل كبير على الغاز الطبيعي الذي تنبعث منه كميات أقل من ثاني أكسيد الكربون الذي من المتوقع أن يشهد طلباً متزايداً. ويشهد أيضاً الهيدروجين الأخضر الذي يتم إنتاجه عن طريق استخلاص الهيدروجين من جزئيات الماء بالكهرباء المتجددة اهتماماً واستثماراً متزايداً. من هذه الحاجة الملحة على الطاقة النظيفة، اعتمدت موريتانيا في عام 2020 استراتيجية وطنية لتحويل قطاع الطاقة لديها لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 60% بحلول عام 2030. ومع وفرة موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، يمكن أن يجعل ذلك موريتانيا منتجاً رئيسياً للهيدروجين الأخضر. وتحقيقاً لهذه الرؤية، قامت موريتانيا مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة بريتش بتروليوم في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغيير المناخ COP27 لإنشاء مشاريع تولد مليوني طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً. وتهدف موريتانيا إلى أن تصبح مركزاً إقليمياً لصادرات الطاقة وصناعة الحديد منخفضة الكربون بحلول عام 2040. ومن المشاريع الخاصة بالهيدروجين، هناك مشروع أمان لإنتاج 30 جيجاوات باستثمارات تصل إلى 40 مليار دولار أمريكي، ومشروع نور بالتعاون مع شركتي توتال الفرنسية وشاريوت البريطانية. وآخر المشاريع كان تحالف شركات مصرية وإماراتية وألمانية لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقيمة 34 مليار دولار. يتمتع قطاع التعدين في موريتانيا أيضاً بموارد هائلة ويلعب دوراً رائداً في اقتصادها، كما يعتبر خام الحديد من الصادرات الرئيسية ويمثل حوالي 1.6 مليار دولار من إيرادات صادرات البلاد في عام 2021. تعد الشركة الوطنية للصناعة والتعدين الموريتانية SNIM ثاني أكبر منتج لخام الحديد في القارة، ولدى البلاد رواسب ضخمة من النحاس والذهب، حيث حقق منجم تازيازات الذهب أحد أكبر مشاريع التعدين في إفريقيا، حقق إيرادات للبلاد تبلغ حوالي 3.6 مليار دولار منذ عام 2010. يقع منجم تازيازات على بعد حوالي 300 كيلومتر شمال العاصمة الموريتانية نواكشوط، وينتج ما يقرب من 240 ألف أوقية من الذهب سنوياً. وتعد موريتانيا أحد المنتجين الرائدين للنحاس في إفريقيا، حيث أنتجت حوالي 18,800 طن من الموارد المعدنية في عام 2021، وباحتياطات تقدر بنحو 1.7 مليار طن. أشارت المسوحات إلى وجود كميات هائلة من رواسب الجبس عالي النقاء في موريتانيا، ويوجد في البلاد كميات كبيرة من اليورانيوم أغلبها تأتي من مشروع تيريس الذي يحتوي على 13,400,000 كيلوغرام من موارد اليورانيوم. ويقدر احتياطي اليورانيوم في البلاد حالياً ب10,900,000 طن. هذه كانت أبرز ثروات موريتانيا المعدنية والنفطية، فهل تنجح البلاد باستغلال موارد هذه الثروات في إنشاء دولة ذات بنية تحتية مثالية؟